السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد، يلا حيهم اليوم من أبها الجميلة والباردة. وراح أتكلم اليوم عن موضوعنا، وموضوع اليوم حاولت أني أقول ليست نهاية الدنيا، ليست نهاية الدنيا. اللي يقصده يعني واحد ما نجح في الدراسة، والله ما هي نهاية الدنيا، هناك ملايين الفرص غير الدراسة. من يعمل أو من يدرس عشان يروح يتوظف في شركة أو يتوظف عند واحد، ما أنا تعرفوا المصطلح اللي دائما استخدمه عندما يعمل واحد عند الآخر. ولذلك كثير من الناس الذين فشلوا في الدراسة أصبحوا أقوياء بشكل مرعب، تعلموا واستفادوا وكانت حياتهم جدا قوية وأصبحوا مثابرين. لو شفت قادة العالم ما تلاقي ولا أحد دكتور، لو شفت المؤثرين في العالم ما تشوف ولا واحد عنده دراسات عليا، لو شفت اللي يتبعوا 1.5 مليار الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شهادة. يعني يا جماعة الخير، واحد حصل له ظروف مثلا، جاء معدل تعبان في المدرسة وما دخل جامعة، ليست نهاية الدنيا، سيجد آلاف الفرص. واحد حصل له مرض معين وعيقه في يده أو في لسانه أو صار له شيء، ليست نهاية الدنيا، سيصبح مبدعي العالم. لو شفت نيوتن إيش كان حتى يصبح هذا الشخص، أديسون، كل العلماء اللي أثروا في البشرية مروا بظروف صعبة. واحد يعني لا تقيس على الحال اللي أنت فيه، ترى النعمة اللي أنت فيها ملايين البشر يتمنونها. ودي الواحد يجوع عشان يعرف قيمة النعمة، ودي الواحد يفقد الأمن شوية عشان يعرف قيمة الأمن. أنتم الآن في ملايين النعم، وإن فقدتم واحدة فلديكم ملايين أخرى. يعني أنت تعيشون في ظروف مثالية بمعنى كلمة مثالية. أخطر شيء ترى الواحد يمر بملايين في المدرسة، يحصل مضاربات، يحصل مضايقات، يحصل سلوك سيء، يحصل سلوك ما هو جيد. المهم أنك يجب ألا تفقد السيطرة على نفسك، يجب أن تكون إيجابي، يجب أنك ما تصاب بحالة نفسية زي ملايين البشر الموجودين الآن. عندما يحصل له موقف يصاب بحالات نفسية، يتحطم من الحياة، قد ينتحر، قد تصل له مشاكل. أهم هزيمة أنك لا تنهزم أمام نفسك. الدنيا كلها مشاكل، الدنيا كلها ظروف، الدنيا خلقت من نكد. الذكي من يستطيع أن يتعامل مع تلك الأمور ويتعايش معها بطريقة جيدة حتى يستعيد قوته. السقوط سقط قدام نفسك، ما فيها. إذا هزت قدام نفسك أنت الآن فاشل. الفاشل هو الذي لا يعيد محاولة أخرى وكرة أخرى وكرة أخرى. الحياة تصنع منك صلبا إن استطعت أن تنهض وتقوم مرة أخرى لذلك العمل. ستنجح، ستنجح مرات ومرات إذا كان عرفت هذه الطريقة. أما من تجربة واحدة أو من 50 تجربة تفشل وتصاب بحالة نفسية ولا تحاول تجرب مرة أخرى، فإذا امتلت بك نفسك وشفت أنك مغرور وأنك ما حد قدك، روح المستشفيات، تشوف شباب صغار مصابين في المستشفيات، تشوف لتعرف أنك ممكن في أي لحظة تنهار إن لم تعرف قيمة ما أنت فيه والرسالة التي تقدمها للبشرية والرسالة تقدمها لأهلك ومن حولك. يجب أن تكون إيجابي في كل المواقف، يجب أن تصنع شيء، يجب أن تترك شيء على الأرض. بعد ما تموت الله لا يقدر بعد عمر طويل سيذكرك الناس بمحاسن، لا يعني فلان سيء ومشهور الآن بالسوء سيذكر بها وسيسب ويدعى عليه بها. ولذلك لا تسعى أن تكون مشهورا في شيء على يخالف مرضات الله. حاول أن تترك أثرا طيبا في جيرانك، حاول الناس يفرحون إذا شافوك، حاول الناس يفرحون إذا جلسوا معك. ترى كثير من الناس الإيجابيين حياتهم لم تكن جيدة ولكنهم كانوا إيجابيين مع أنفسهم، وصدموا مرة وثنتين وثلاث وأصبحوا بعدها فاعلين ونافعين. خلونا نكون إيجابيين قدر ما نستطيع، ورانا رسالة عظيمة.